يؤتون نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم في اليوم والليلة. النصيحة الأولى التوبة، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. التوبة سلوك يومي من قبل المسلم. رحمة الله مفتحة أبوابها عن طريق التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم. أحدث عند كل ذنب توبة، وليس إلا التوبة طريق سالك إلى الله. أيها الإخوة، النصيحة الثانية طلب العلم. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت حينما تخرج من بيتك وتقصد مجلس علم تزداد فيه علما، فهذا الطريق الذي تسلكه هو طريق إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. النصيحة الثالثة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. إن قرأت القرآن فأنت ذاكر، وإن استغفرت فأنت ذاكر، وإن ناجيت الله فأنت ذاكر، وإن تفكرت في مخلوقات الله فأنت ذاكر. وأي نشاط يقربك إلى الله عز وجل فهو من الذكر. النصيحة الرابعة اصطناع المعروف، العمل الصالح. لا يندم المرء حين يأتيه ملك الموت إلا على عمل صالح قصر في أدائه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله. كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله. النصيحة الخامسة الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله فرض عين. ألم تستمع في خلال دروس العلم إلى شرح آية، إلى شرح حديث، إلى موقف صحابي، إلى حكم فقهي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، في حدود ما يعلم ومع من يعرف. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. النصيحة السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه نماذج من السلوك الإيماني الذي تحتاجه كل يوم وكل ليلة. قراءة القرآن الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النصيحة الثامنة تعلم القرآن وتعليمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قراءته شيء،
وتعلم أحكامه وشرح آياته شيء آخر. النصيحة العاشرة: الحب في الله. إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. النصيحة الحادية عشرة: زيارة المريض. ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له قصر في الجنة. أن تعود مريضا، أن تؤنسه، أن تطيب قلبه، أن تنفس له في الأجل، أن تذكره بآية بحديث، أن تعينه على الصبر. أيها الإخوة الكرام، النصيحة التالية: مساعدة الناس في الدين. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رحم الله عبدا سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. أن تيسر على الناس المدينين المعسرين فهو عمل كبير يرضى الله به عنك. النصيحة التالية: الستر على الناس. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. هناك نموذج فضاح يقتنص الأخطاء، ينشرها بين الناس، يتلذذ بذلك. المسلم يستر، المسلم يكتم. حسن الخلق. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. الصدق. النصيحة التالية: الصدق. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كن صادقا ترتفع عند الله وعند الناس. والمؤمن لا يكذب، ويطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. والنصيحة التالية: كظم الغيظ. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بل من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. وكاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق. كفارة المجلس. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. نحتاج إلى هذه النصائح في اليوم والليلة. الصبر. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرجه الإمام البخاري. أيها الإخوة الكرام، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر معالجة إلهية لعبده المؤمن. فالذي يصبر على معالجة الله هذا دليل أنه يعرف الله عز وجل. تماما كما لو جلس إنسان راشد على كرسي طبيب الأسنان يتألم ويشكر، بينما الصغير يصيح وقد ينطق بكلمة لا تليق بالطبيب، لأنه لا يعلم أن هذه المعالجة لصالحه. هذه النصائح في اليوم والليلة. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟
قال من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. يعني بر الوالدين سبب كاف لدخول الجنة. النصيحة التالية: السعي على الأرملة والمسكين. السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. أن تسعى على أرملة، أن تسعى على مسكين، فأنت كالمجاهد في سبيل الله. النصيحة التالية: كفالة اليتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. الوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الشهادة بعد الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. الترديد خلف المؤذن. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. بناء المساجد. من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه الإمام البخاري. الذهاب إلى المسجد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح. الصلوات الخمس. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. أخرجه الإمام مسلم. صلاة الفجر وصلاة العصر. من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني من حافظ عليهما في أوقاتهما. صلاة الجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه الإمام مسلم. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. أخرجه الإمام البخاري. السنن الراتبة. مع الفرائض ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة. السنن الرواتب مع الفرائض. صلاة ركعتين بعد الوقوع في الذنب. ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له عقب الذنب. توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله في هاتين الركعتين، فالله عز وجل يغفر لك ذلك الذنب. صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه الإمام مسلم. صلاة الضحى. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة،
وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. النصيحة التالية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. الصوم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، أخرجه الإمام البخاري. صيام رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. صيام 6 من شوال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر، أخرجه الإمام مسلم. تفطير الصائم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قيام ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم. الصدقة: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الحج والعمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمل في أيام 10 ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه الإمام البخاري. الجهاد في سبيل الله: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والإنفاق في سبيل الله: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. الصلاة على الميت: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أخرجه الإمام البخاري. حفظ اللسان والفرج: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة، وحفظ الفرج أيضا سبيلان لدخول الجنة. فضل لا إله إلا الله وفضل سبحان الله وبحمده: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تربية وإعالة البنات: من كانت له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة، أخرجه الإمام أحمد بسند جيد. الإحسان إلى الحيوان: إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له
به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. أن تحسن إلى حيوان. زيارة الإخوان في الله. ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله فهو في الجنة. ترك المراء. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المشاحنة، الجدال، طاعة المرأة لزوجها. المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. والنصيحة التالية إماطة الأذى عن الطريق. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أن تميط الأذى عن الطريق هذا عمل عند الله كبير. صلة الرحم. الرحم معلقة بالعرش. الرحم معلقة بالعرش. تقول يا رب من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذه النصائح نحتاجها جميعا في اليوم والليلة. أن تطرح السلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. النصيحة الستون عدم سؤال الناس شيئا. ما دمت قادرا أن تخدم نفسك بنفسك لا تسأل أحدا شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة.